في حادثة برضو مؤسفة النهاردة، جريدة الوطن نشروها، في طالب في الصف الثالث إعدادي في الدقهلية أصيب ب أو اتعمل له 43 غرزة، غرزة خياطة طبية في ظهره. اللي حصل ببساطة شديدة إنه بعد انتهاء حصة درس خصوصي في سنتر تعليمي، وادي السناتر وادي اللي بنتكلم عليه، بعد ما ترصد ليه 4 من زملائه ضربوه، السنتر دف بالقاس برضو. شافها أنا بالقاس فيها إيه؟ لأنه هي الفيديو الأولاني برضو بالقاس الثانوية بنين. الفيديو ده برضو درس سنتر تعليمي في بالقاس برضو. في 4 من زمايله ضربوه. اللي حصل إيه؟ حضراتكم عارفين موضوع التنمر اللي بقى لنا فترة في مصر بنتكلم عليه، هو مش حاجة جديدة على فكرة، هو العالم كله بيتكلم، حاجة اسمها بولينج أو تنمر. يعني بقول عليك كلام وبقول لك كلام وبحسب شكلك، يعني يا تخين يا قزع يا مسلوع يا كارته يا مفشوله يا معرفش ايه، يعني كده. فمضايقات بقى تانية غير الكلام، مضايقات تانية، شويه طلبه يتلموا على طالب معين ويبقوا طول السنه مستقصدينه ويخطفوا الدفاتر بتاعته الورق بتاعه، يقفوا يستنوه بره ويشنكلوه وهو طالع. كل دي حاجات اسمها تنمر، بولينج، والعالم كله الحقيقه بدا يتكلم في ده، لانه البولينج ده بيعمل مصايب سودة على فكره. ده يعني بيعمل خناقات بتؤدي في كثير من الاحوال اما الى اصابات بالغه بين الطلبه بعد مشاجرات طبعا ومشاحنات، او لا سمح الله وفاه. وليه بقول طلبه؟ لانه اغلب حوادث التنمر دي بتحصل في سن المدرسه، اولى جامعه تاني جامعه، اغلبها بتحصل في سن المدرسه تحديدا. الولد اللي احنا بنحكي قصته ده، الطالب كانت بدايه المشكله طبعا ان هو بيقعد يتقال له يا تخين يا تخين. ولي الامر بيحكي ان ابنه كان طالع من الدرس في السنتر ده، خلص الدرس والسنتر ده طالع منه، فواحد زميله قال له يا تخين. فبيحكي ولي الامر بيقول انا ابني حس بالاهانه، فرد على زميله، رد عليه بالفاظ بصراحه، يعني هو ولي الامر بيعترف بيقول ما هو عمالين يقولوا له يا تخين يا تخين يا تخين ويتريقوا عليه، فراح التاني ضربه، فراح شتمه، ولا ابنه راح شتمه، راح التاني ماسك الكتاب وضربه بيه بالكتاب. الطالب اسمه اسلام، والده بيقول انه دي كانت بدايه المشكله من جوه السنتر. الولد اللي هو التاني ده اللي كان بيقعد يشتمه ويقول له يا تخين، وفي الاخر ضربه على راسه او ضربه بالكشكول، اتوعد له يعني استحلف له وقال له هننتقم منك وهتشوف، وفضل مستنيه بره في الشارع. فابن الراجل الطالب ده لما خلص السنتر ما رضيش يطلع على طول، خاف، حس ان الولد هيبقى مستنيه بره يعمل فيه حاجه، فضل قاعد جوه السنتر حوالي 10 دقائق مستني عشان زميله يعني يكون مشي، وبعد 10 دقائق طلع قال خلاص بقى، فنزل الشارع، طلع من السنتر نزل الشارع، لقى الولد ده ومعاه 3 تانيين، جايبهم هو، جايب 3 ولاد تانيين، ومسكوا الولد ونزلوا ضرب فيه، ضرب بقى يعني يا فيني وجعك. لما بقول لحضراتكم 43 غرزه، اخذ 43 غرزه في ظهره من كتر الضرب، مسكوه نزلوا ضرب على ظهره لما يعني كسحوه. دي طبعا مشكله، كارثه ومشكله كبيره. الطالب اتنقل لمستشفى بالقاس العسكري، اتخيط له جرحين كبار في ظهره، واحد 15 سنتي والتاني 12 سنتي. دي يعني حاجات كلها طبعا ده برضو بنتكلم فيه، يعني اصل هو لا يمكن تكون الحادثه دي حصلت كده فجاه، يعني هي الحادثه دي اكيد جايه بعد تراكمات، موضوع التنمر، موضوع ان احنا نتريق على بعض. عشان كده بقول لحضراتكم انا ما ينفعش ابقى قاعده بتكلم على المثل والاخلاق واقعد بس على الفيسبوك كده اقعد اقول وفين التربيه والتعليم وفين الوزاره وفين الناس ولا هنعمل حاجه والتعليم منهار في مصر، وانا ابني بسيبه يتحرش بزمايله، يضايقهم، يشتم، يتريق على واحد يقول له يا تخين، يتريق على بنت يقول لها يا مش عارفه يا ايه. ما هي اصل هي كلها حلقه واحده كده، احنا مع بعض كلنا على فكره في التصليح ده، مش الوزاره بس ومش الدوله بس، حضرتك وانا وولادنا والناظر والمدرس والمدرس اللي في السنتر. الحادثه دي بقى نحطها على الفيديو بتاع الولد الشهير طبعا، عاوزه انام يا حاجه، عاوزه انام يا حاجه، مع الحادثه اللي لسه قايلينها من شويه دي اللي اتضربوا الاطفال اللي واقفين في طابور المدرسه، المدرس ماسك لهم العصايه بيضربهم وكذا وكذا. دي كلها ايه بقى؟ يعني دي كلها نطلع نقول على الهوا انت فينك يا وزير التربيه والتعليم؟
ولا هنا بقى هنقول حضرتك فين كولي امر، وحضرتك فين كناظر مدرسه، وحضرتك فين كمدرس ومعلم، وحضرتك فين كمدرس في السنتر. لا، لو احنا، وانا اسفه والله انا مش بحب اطلع اتكلم بصيغه انه بنظر او بدي نصايح، يعني كلنا بنتعلم في حياتنا ومحتاجين اللي ينصحنا، لكن لو احنا كل واحد فينا قاعد مستني مستريح كده ومستني لما الدوله هي اللي تعمل وهي اللي تفرض قوانين وهي اللي تظبط الامور، مفيش حاجه هتتغير. ما هو يا كلنا مع بعض في التغيير ده يا ننسى، وهنفضل كل يوم عندنا حوادث كده، طفل بيتضرب، وطفل لا سمح الله بيتوفى، وطفل بيتكلبوا عليه زمايله بينزلوا ضرب فيه لما بيعدموه العافيه، وتلاميذ بتتضرب جوه المدرسه، وتلاميذ بتتشتم بالاب والام جوه المدرسه، هنفضل كده لو احنا كلنا ما قررناش نتغير.